ثم أيضا أقول أيها الأحبة، إذا أردنا أن نستشعر ما نقرأ وما نسمع في صلاتنا، فينبغي أن يكون للإنسان مع قراءته للقرآن نظر في كتاب من كتب الغريب، غريب القرآن، كلمات الغريبة ينظر في معناها، فإذا ختم القرآن لا يبقى كلمة لا يفهم معناها. وإن قرأ التفسير الميسر جزأه على الشهر فإن ذلك سيكون له أبلغ الأثر بإذن الله عز وجل. اقرأ الجزء قبل أن تسمعه في الصلاة ثم استمع القراءة، ستجد أن القراءة لها طعم آخر. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بقراءته. ثم بعد ذلك أيها الأحبة أقول: هذا الشهر إذا حسبت ساعاته على التمام والكمال، إذا قلنا بأنه يبلغ 30 يوما، فإن ذلك يبلغ 720 ساعة. حتى تعرف متى تنام، كم ساعة تنام، كم ساعة تقرأ، وفي اليوم 24 ساعة، وكما قلنا في الساعة يمكن أن تقرأ 3 أجزاء، فإذا ضربت 720 ساعة ضرب 3 يساوي 2160 جزءا، 2160 جزءا. طبعا الإنسان لا يقرأ في 24 ساعة، نعم، لكن اجعل ذلك على النصف مثلا، نعم. فهذه هذا القدر من الأجزاء إذا قسمته على 30 جزء اللي هو القرآن بكامله، فإنك تخرج ب72 ختمة. فإذا كنت تقرأ نصف ساعات اليوم فمعنى ذلك أنك ستقرأ كم ختمة من 72؟ 36 ولا لا؟ طيب 36. وإذا قلنا أنك ستقرأ في ربع ساعات اليوم فإنك ستختم كم؟ 18 ختمة. إذا تقرأ في ربع اليوم فقط، ربع 6 ساعات فقط، ستختم كم؟ 18 ختمة إذا كنت تقرأ في الربع. فإذا نصفتها فإنها تكون 9. هذه مقادير ليست يسيرة، لكن يحتاج الإنسان أنه يخطط ويفكر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 ضرب 30، 1000 ضرب الشهر 30 يوم إذا اكتمل، 1000 ضرب 30 يساوي 30,000 يوم. إذا قسمتها على 360 اللي هي أيام السنة يطلع عندك 83 سنة وكسر. لو قلنا إن الإنسان يعيش 65 سنة وصام 50 رمضان، 15 ما صام قبل البلوغ، فهذا يعني أدرك 50 رمضان معناها تعادل 4166 سنة. هذا شيء سهل؟ ليس هذا بالشيء اليسير. ليلة واحدة في هذا الشهر، وانظر كيف تقضى الليالي فيه، انظر إلى حالنا مع الأوقات ومع ختم القرآن وقراءته وما يحصل من التثاقل. عثمان رضي الله عنه كان يختم في كل ليلة ختمة، هو خليفة عنده أعباء الخلافة ومشغول، فنحن مشغولون بماذا؟ بماذا؟ نعم. وبعض السلف كان يختم في القيام كل 3، كل 3، وبعض المعاصرين يفعل هذا، وبعض المعاصرين يختم في كل 10 ختمة في الصلاة، في صلاة القيام، وبعض السلف يختم في الصلاة في كل 7، وبعضهم في كل 10، والشافعي رحمه الله يختم في رمضان في كل يوم وليلة 2 ختمة، يعني في الشهر تبلغ 60 ختمة. والأسود النخعي في كل 2 يوم يختم في رمضان، وقتاده في رمضان في كل 3، وفي غير رمضان في كل 7، وفي 10 الأواخر في كل ليلة. وما كانوا يشتغلون بشيء غير القرآن. الإمام مالك إذا جاء رمضان ترك الحديث والفقه
والزهري إذا دخل رمضان ترك الحديث والتحديث ولا يشتغل بغير القرآن والمصحف. وهكذا كان سفيان الثوري رحمه الله، هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. والناس في هذا درجات، منهم من يشتغل بالذنوب والمعاصي ويشتط في هذا، ومنهم من يشتغل بالمباحات فهو خير ممن دونه، ومنهم من يشتغل ببعض أعمال البر ولكنها مفضولة مفضولة، يشتغل بالعلم. بعض الشباب أحيانا ترى في ليالي العشر الأواخر، في أيام العشر الأواخر هو يقرأ في الأجرومية وشرح الأجرومية، ولا شرح الورقات في أصول الفقه. هذه الأشياء التي تحدث عنها كلها واقعة، كل ما أذكره رأيته. أيام العشر أجرومية، واحد آخر معه ألوان كثيرة جدا، وجالس في المسجد النبوي دارس دورة في تحليل الشخصية، وصدق ما قالوا له، والناس يقرؤون وهو يعتكفون في العشر الأواخر معه حزمة ألوان، ويطالع في الناس ويكتب ويحلل في شخصياتهم. هذا غبن فاحش، إهدار الوقت فيما لا طائل تحته. ومنهم من يشتغل بما هو أفضل من هذا كالفقه والحديث، أو لربما يفتح النت ويكتب مقالات ويرد على بعض المخالفين أو نحو هذا، فهذا خير. لكن هل هذا هو الأجدى والأفضل؟ من عرف حقيقة الشهر ما يجد وقت يفتح فيه الإنترنت، فضلا عن أن يفتحه كل ساعة لينظر من عقب على مقالته. ما عرفنا قيمة الشهر. إنسان يعجب حينما يرى بعض طلبة العلم وينظر في، أحيانا أقرأ في الشاملة مثلا، الموسوعة الشاملة، أبحث عن قضية وأنظر في التواريخ والأوقات التي كنت في رمضان، تجد تعليقات وكتابات في أوقات السحر وفي غيره في العشر الأواخر، طلبة علم يكتبون أشياء عادية وتعقيبات وللرفع، شكرا على مرورك. هذا نعم. فمثل هذا أيها الأحبة ما يحسن ولا يليق. فرمضان ليس لهذا، وليس للسهر في غير طائل، اسهر في قيام الليل وقراءة القرآن. فلا بد معرفة هذه الحقيقة.